طيب صباح الخير. النهاردة جيت المكتب بعد فترة، يعني حبيت بس أشارك معاكم دلوقتي مفهوم الزون كنترول. المفهوم بتاع الزون كنترول إن إحنا لما بيكون في عندنا سبيس، دي مكاتبنا. النظام الجديد في شنايدر عملنا نظام الأوبن سبيس، وبالتالي قلنا اتس ورث ان احنا نطبق مفهوم الزون كنترول. طيب ايه مفهوم الزون كنترول؟ انه انت زمان كان عندك بيبقى موجود في السبيس، بيبقى موجود عندك بريزنس ديتكتورز، وبيبقى موجود عندك تكييف، وكنت بتضطر انك انت تعمل الكنترولرز اللي موجوده في الزون تروح لكنترول سنترلايزد. فبيكون كان دايما عندك اوضه كهرباء بتبقى موجوده في الدور، واوضه الكهرباء ده هي بتاخد كل السلك بتاعك بتاع الاضاءه وبتاع التكييف وبتروح هناك، وبعدين بترد منها على الاكتويتورز اللي موجوده. فبيكون في موجود عندك مثلا تمبريتشر سنسورز، عندك حاجه بتاعه اضاءه وما إلى ذلك. مفهوم الزون كنترول بقى إنك أنت بتعمل الكلام ده هو within الزون، يعني مثلا ده مثلا الترموستات، وكمان في الإضاءة، يعني تقدر تضيف الإضاءة بتاعتك وتقدر تضيف التايمر موجود هنا في الزون. طب بنعمل الزون كنترول بقى إزاي؟ إنك بتيجي بتحط اللوحة بتاعتك اللي فيها الـ KNX أكتويتورز بتبقى موجودة في السقف. يبقى أنت النهاردة الأكتويتورز بتاعت الفان كويلز، الدي دي سيز بتاعتك، الكي ان اكس، كل حاجه بتبقى موجوده في السقف. وبالتالي النظام الحديث بتاع المكاتب اللي هو بيبقى روف اوبن بيبقى شكله مودرن اكتر، وبتبقى سهله جدا انك تعمل الوايرنج والحاجات دهيت. فحبيت بس اشارككم احنا بمفهوم الزون كنترول ده. زي ما احنا شايفين في ادي مثلا المينيتشر اللي هو المسؤول عن المواتير بتاعه الفان كويل يونتس. طبعا كل دي بتبقى اي بيهات عاليه عشان الفاير فايتنج والسبرينكلرز. طبعا ما بنعملش هنا ده ان هو بلينم، ليه؟ لان هو بقى جزء من السبيس. موضوع البلينم انك انت لما بيكون في عندك هواء مشترك ما بين تو فاير زونز، طبعا مش مسموح لنا ان احنا نعمل فيه وايرنج. ولكن لما بنكون في عندنا within the same space طبعا بتبقى مسموح لك، وبتعمل الكلام ده هو جوه كوندويتس، وبتحط اللوحه بتاعتك في الزون. فبيبقى موجود عندك البريزنس ديتكتور، عندك الترموستات، بتقلل لك الوايرنج وبتقلل لك كمان الترابل شوتينج. طيب اتمنى ان الفيديو السريع ده هو يفتح معانا شويه اسئله. شاركوني معاكم في الاسئله بتاعتكم، ونشوف موضوع الزون كنترول ده هو هيفرق معانا ازاي في التصميمات بتاعه الاوفيس بيلدينجز. صباح الخير عليكم ويوم سعيد إن شاء الله.